بسم الله الرحمن الرحيم. Today we're gonna practice listening. هنشوف كيف ممكن احنا نتمرن على عملية السمع، على عملية listening. قبل ما أبدأ أذكركم بكم قصة كده سريعة، وأعتقد أنا ذكرتها في الحلقات الأولى. يعني في أحد الطلاب كان جاني قبل كده وبتكلم معي، لسه جديد جدا يعني معايا فيها. الولد ما شاء الله تبارك الله بيتكلم بأكسنت يعني قريب جدا جدا على النيتيف سبيكرز. تكلمت معه، لقيته الجمل عنده جيدة، يعني جيدة، مش جراماتيكلي 100% بس بيتكلم الولد يعني بطلاقة، ما عنده التلكلك في الكلام فيها. فلما سألته انت فين درست، فين تعلمت، فقال لي انا انسان اعشق فيلم كرتون. قال لي انا من فيلم كرتون، كتر ما اتفرج على فيلم كرتون انا حسنت الانجليزي حقي. تخيلوا، من مشاهدة فقط فيلم كرتون. وقصص كتير جدا مرت علي بالشكل ده، واكترهم اللي بمر علي وبكون عندهم الانجليزي ممتاز وهما ما درسوا، بيكون من فين؟ من الاغاني، بيسمعوا اغاني. طبعا معلش يعني مع الناس اللي بتقول الاغاني حرام ما حرام، فجنب كلامي هذا على جنب، اوكي؟ بس ليه كلمة تانية معك هنتكلم غير الاغاني. فهم من كتر ما بيسمعوا الاغاني في البداية كانوا يحفظوها زي ما هي، وبعدين بدأوا يفهموا مش معنى الكلام، وبعدين بدأوا يكونوا هم الجمل، وهكذا لما الانجليزي عن طريق الاغاني. اليوم هناخد حلقة فيها شوية كده اغاني، وفيها حلقات تعليمية، اوكي؟ يعني فيديوهات. اليوم هنشوف كله فيديوهات. تعال نبدأ مع بعض، هنسمع بعض الاغاني. طبعا بما انه انا من النوع اللي مالي نهائيا في الاغاني الاجنبية، انا من النوع القديم اللي هم عبد الوهاب وام كلثوم واشياء زي كده، فمالي اي دعوة في الاغاني هذه. فانا اخترت اختيار عشوائي من الانترنت كيف نستفيد من الاغاني هذه، اوكي؟ طبعا كبداية افضل حاجة ان انا ابدأ مع الاغاني اللي هي slow، اللي هم بيغنوا بشويش. في اغاني بتلاقي فيها سريعة جدا وفي اغاني بطيئة. تعال اليوم ناخد كده كم مثال ونشوف الاغاني هذه. ناخذ هذه مثلا. People say we shouldn't be together. I'm too young to know about forever. But I say they don't know what they talking about. Cause this love is only getting stronger. So I don't wanna wait any longer. I just wanna tell the world that you're mine, girl. Oh, they don't know about the things we do. They don't know about the I love yous. But I bet you if they only knew, they would just be jealous of us. They don't know about the us all night. They don't know I've waited all my life just to find a love that feels this right. Baby, they don't know. Stas, stop, لحظة. انت شايفني انا فاهم ايش قاعدين يقولوا، يعني انت قاعد تمشي كده بسرعة. ايوه اوكي، زي انت ما انت قادر تلحق عادي، ابدأ من اول تاني كده وامشي مع الكلمة اللي بيغنوها شوية شوية، وعيد الجملة اكتر من مرة. هدفي هنا اني انا افهم منه هو ايش قال، اوكي، واشوف كيف نطق الكلمة هذه. طبعا في كلمات الاغاني هتلاقي في جرامر كتير مكسور، هذا شيء طبيعي حتى في الشعر العربي. يعني احنا بامكانك انك تكسر تغير القواعد اللغه العربيه حسب القافيه. فانت في كلمات الاغاني هتلاقي في جرامر، فلا تدور على جرامر، انت هنا بتدور على listening. انا عايز اسمع، عايز افهم داد اللي قاعد بيتكلم ايش بيقول، اوكي؟ نشوف كيف ممكن اتدرب. انا مثلا طالب بتعلم قاعد، اوكي، انا حشوف كيف اتدرب معك. People say we shouldn't be together. Those people say we shouldn't be together. Hey, we shouldn't be together. People say we shouldn't be together. People say we shouldn't be together. People say we shouldn't be together. Okay. شوف كيف عدتها أكثر من مرة، وكل مرة كنت بركز على كلمة. People say we shouldn't be together.
together. اوكي بعد كده بعد ما انا فصفصت حبه حبه لاحظ النطق كيف بيطلع النطق فيها مع كل حرف مع كل كلمه كمل. Too young to know about forever. 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 استاذ انا ما انا فاهم ايش معنى الكلام هذا. انا حاليا ما بتكلم على الترجمه. انا بتكلم على الليسننج. خلي بالكم انا بحاول امسك نقطه معينه هي الليسننج. طبعا انت حابب تعرف ايش معنى كلمات، كلمات جميله جدا على فكره اللي بغنيها، عادي امسك الكلمات روح ترجمها في جوجل او تطلعها كلمه كلمه حتعرف معنى الكلمات. اوكي يلا اسمع مره ثانيه الاغنيه. People say we shouldn't be together. Too young to know about forever. But I say they don't know what they talking about. Cause this love is only getting stronger. So I don't wanna wait any longer. I just wanna tell the world that you're mine, girl. Oh, they don't know about the things we ما عجبتكم الأغنية؟ شوفوا أغنية تانية. I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart. For times when my life seems so low, it would make me believe what tomorrow could bring, when today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all out of love, I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. اوكي نسمع حاجة سريعة شوية. شوف سيلينا غوميز.
اوكي اسمع كمان، نسمع تايلور سويفت. أغنية واضحة جدا على فكرة، كمان واحدة أخيرة. Last night I heard my own heart beating, sounding like footsteps on my stairs. 6 months gone and I'm still reaching, even though I know you're not there. I was playing back a thousand memories, baby, thinking about everything we've been through. Maybe I've been going back too much lately when time stood still. And I had you come back, come back, come back to me like you would if this was a movie. Standing in the rain outside till I came out. Come back, come back, come back to me like you could if you just said you're sorry. I know that we could work. اوكي شفنا الطريقة وشفنا كيف الأغاني هذه ممكن نستفيد منها. طبعا إذا كنت من محبين الأغاني، أنا نزلت about 1 2 3 4 5 6 7 8 9 about 9. اوكي هحط الملف المرفق اللي هي اللينكس، الروابط لهذه الأغاني، أو اللي هو الموقع الأصلي اللي هو في اكثر من اغنيه يعني، وانتوا ادخلوا وتفرجوا زي ما بتكون فيها، او انك تعمل انت اعمل سيرش على songs with lyrics. lyrics يعني اللي هي كلمات الاغنيه، songs with lyrics بيجيب لك كلمات الاغنيه زي ما انا وريتك بالضبط. هذا بالنسبه للاغاني. لو كان انت مالك في الاغاني نهائيا، تعال نشوف حاجه ثانيه. تعال نشوف مثلا كيف احنا نتعلم. هذا الموقع بيعطيني مقاطع من افلام، مقطع من افلام وبعيده اكثر من مره وبجيب لي الكتابه. تعال نتفرج على نشوف كيف. Maybe he'll change his mind. No. No, I don't think so. Maybe he'll change his mind. No. زي ما انتم شايفين بعيد المقطع، اول حاجه ما بجيب ايش بيقولوا، بعد كده بكتب لكم فوق ايش مكتوب. Maybe he'll change his mind. يمكن هو غير رايه. No, no, I don't think so. ما اعتقد ذلك. No, I don't think so. Maybe he'll change his mind. No. No, I don't think so. Maybe he'll change his مالك دعوة طبعا في المكتوب تحت اللي مكتوب تحت روسي. اوكي؟ لأنه موقع أصلا هو روسي بيعلم إنجليزي. فإحنا بنطلع اللي فوق هنا. مرة بيجيب الكتابة مرة ما بيجيب الكتابة. Mine. No. No, I don't think so. Maybe he'll change his mind. No. No, I don't think so. Did you just ask me to dinner? Yes. I did. Did you just ask me to dinner? Yes, I did. Did you just ask me to dinner? Yes, I did. Did you just ask me to dinner? Yes, I did. Did you just ask me to dinner? Yes, I did. Be careful. Even a defeat, Saruman, is dangerous. 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 Have we met before?
Have we met before? Have we met? Okay. فكرة لذيذة. طبعا هحط لك انا الرابط، والرابط هتلاقي فيه مجموعة مقاطع فيديو، مش مقطع واحد زيادة. ادخلوا برضو نفس الموضوع، والهدف دائما ركزوا على الهدف، ما تنسوا نهائيا. انا ليش بسوي كده؟ احنا بنسوي كده عشان نسمع صح، نعيد الكلمة مرة واثنين، نعيد الجملة مرة واثنين، يا في الحياة الواقعية، الحياة اللي احنا عايدين. يعني الافلام هذه كان مش واحد بيعلمني، لا هذه حياة واقعية. طيب تعال نشوف حاجة تانية كمان. I'm shopping with Louise. She's cooking dinner tonight. She's cooking dinner for Mum, Dad, and me. Hello, I'm Andy Jones. I'm a university student. This is my father. He's an airline pilot. This is my mother. She's a graphic designer. This is my sister, Amy. She's a photographer. This is my grandmother. She's a good cook. And this is my home. Okay, طبعا هذه سلسلة تعليمية كاملة، والقناة هي قناة إيطالية أصلا، لكن زي ما شفت كيف الكلام واضح وبيعلمك شوية شوية، بتكلم بشويش. برضو ححط الموقع الرابط، رابط الموقع، وحتلاقي مجموعة حلقات كثيرة جدا. اوكي نشوف قبل الأخير. Let's What are you knitting, Sarah? A sweater. It's for my brother. I'm sorry, again. What are you knitting, Sarah? A sweater. It's for my brother. Nice. Do you make a lot of things? Yeah, I really enjoy knitting. I guess it's my main hobby. Do you have any hobbies? No. I don't really have much time for hobbies. But I like to take photos. Do you do any photography? No, not really. I'm not really into photography. I prefer knitting, sewing. I really like making things. But I'd love to see your pictures sometime. Oh, well, I have some on my computer. Stop by my desk after lunch and I can show them to you. Okay. Conversations مكتوبة قدامك وتمشي معاه، وبإمكانك تعيد، بإمكانك تكرر. What kind of photos? ثانية، محادثة ثالثة. Do any photography? طبعا هذا عبارة عن برنامج، يعني ممكن تشتريه. Let's speak English. برنامج أصلا. اوكي الأخيرة بيعطي على أطفال أكثر. Let's play outside. It's snowing. It's snowing. Put on your sweater. Put on your sweater. Put on your coat. Put on your coat. Okay, okay. Thanks, Mom. Thank you. Let's play outside. It's cold. It's cold. Put on your hat. Put on your hat. Put on your gloves. Put on your gloves. Okay, okay. Thanks, Mom. Thanks, Mom. Let's sing. هنا المرة الثانية بيخلي فقط موسيقى والكتابة قدامك، ويقول يلا غني معاه. مش مشكلة، يلا نرجع لأيام الطفولة. حلوة الفكرة، عجبتني. اوكي طبعا يعني عملية الليسنينج ما بتيجي في يوم وليلة، يعني مش زي الجرامر يا جماعة الخير، مش زي انه في قاعدة انا مش فاهمها فانا باجي اشرح لك اياها كيف تطبقها. عملية الليسنينج هذا حاجة انت مفترض تشتغل على نفسك فيها،
تسمع وتحط أكثر من حاجة، فيلم، أغنية، برنامج، أي حاجة بالإنجليزي. أنا هنا مجرد بعطي نصائح، بعطي الطرق اللي أنت تحسن نفسك فيها، أوكي؟ بس ما في حاجة اسمها مدرس مع الكاسة السحرية، والله اشرب الكاسة هذه وانتهى خلاص هتكلم إنجليزي. لا، أنا مجرد بديك الطريقة، والشغل عليك أنت. عايز تتعلم بالفعل، حابب اللغة وعندك الرغبة في التعلم، لازم تشتغل على نفسك شوية. أنا هحط اللينكس، الروابط لكل هذه الحلقات، وإذا حبيت ادخل على جوجل والنت، ما شاء الله ما خلالنا حاجة، كل اللي انتوا عايزينها، أحسن مدرس هو الإنترنت. مظبوط؟ أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونشوفكم الحلقة القادمة في أمان الله.